السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم. قبل ما ندخلوا الموضوع ديال التحفة ومهميته، ما صبرت صراحة على هذا التعديل الحكومي اللي دار أخ النوش، اللي قبط هاد الناس هادو أتباع ديالو والأقرباء ديالو والعائلات ديالو، وهداهم وقدمهم الملك في التعديل الحكومي. أقسم بالله ضرني خاطري، كنا كنقولوا بأنه البلاد غدا الحيط، دابا والله العظيم انا غدا لجهنم الكحله ديريكت، مابقاتش غدا الحيط صافي. منين يجيب لك ناس كيبيعوا بسكوي ومصاصه والحلوه يوليو وزراء صافي، منين يجيب بحال هذا اللي كيشطح هذا الحسن السعدي، اللي شطح الشباب وشطح حتى هو، شطح الشباب وخلى الشباب كيشطحوا وكيقولوا عاش اخ النوش اللي مقلوب عليه من كفه مساكن، ماشي مشكل. منين هذا شطح ورد وزير الصلاه عند النبي. إذن دابا ملي نشطح على الأغنية ديال مهبولة أنا ولا شتاك الشيء على الأغنية، أنا والله ما كنعرف حتى سمعتها في هذا المقطع. ملي هذا شطح على هذه الأغنية هذه ورد وزير، يعني مول الأغنية شنو خصو يكون؟ خصو يكون هو رئيس الحكومة، خصو يتابعهم هذا مول الأغنية، خصو يتابعهم أنا مول الأغنية، يعني كراد على اللي كيشطح، يعني خصني نكون أنا رئيس الحكومة. حسبنا الله ونعم الوكيل، أقسم بالله إلا مشينا فيها. خالد أي الطالب كان وزير الصحة، هو بروفيسور في الطب، وخا أنني أنا ما عنديش معاه لأن دمر المغرب، ما عمر نسى أنه خرج المغرب بالدقداقي بالشوك، الشوك الشوك اللي ضربوا عباد الله الأولى والثانية وداكشي ما عمري نساها. وهذاك جراو عليه وجابوا واحد آخر حتى هو بيع سراي وقاويل ولا أمشينا فيها المغاربة. المهم ندخلوا الموضوع ديال اليوم مع تحفة اللي غي يشرشم كما كنقولوا بالدارجه مهميطو، ومهميطو مسكينه غتوجع وغيقيسها الحريق، غترد عليه في اخر هذا الفيديو نيت، في اخر ديالو غادي ترد عليه. داكشي مسكينه ما عندهاش حتى فيه، ما لقات ما تقول، ولاني طه القاصح مزيان. المهم اشكركم على حسن المتابعه، خليكم مع الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا مراسلكم محمد تحفة يعود إليكم من جديد أيها السادة والسيدات. كيف شيء طوز كتحفر القبورة دي الموتى؟ أنا ما غندويش لك على دوك جوج عيالات لأنهم تابوا ومشوا، وحدة مشات فيهم الحج وحدة قلت العقل. كيفاش طوز القبر ديال مول الميكانيك عطاتك القبر ديال، كيفاش عطاتك خاطرك طوز تمشي تحفري قبر؟ بالله عليك كيفاش عطاتك خاطرك السيد تدفن وشفتو ومشيتو بالليل وكتحفروا القبر باش تقطعوا ليه يديه؟ كيفاش طوز هادي راه ما بغاتش تدخل ليا راسي. كيفاش طوز كتحلي قبر؟ كيفاش انتي كتحلي القبر؟ كتحلي القبر لبناتك، كتخوني راجلك وعلاقات متعدده، امك كتطلب في الجامع، خوتك ناكراهم، هما ناكرين امك، ناكرينك ما كتشرفيهمش، كتقلدك الهاشمية اللي تقطع ليه لاستيك، كنتي كتجيبي الدراري الصغار للزروالي جوج يديروا ليه ويدير ليه، هو يدير ويدير ليه. ها كيفاش كنجي عندك الواحد للدار ضيف؟ حفظني الله، انا بعد ما مشيتش بوحدي، انا مشيت مع واحد السيد الله يواليه برحمه الله من اطيب خلق الله، وعاد الدراري كانوا كيسناوني في الدخله ديال. كيفاش كيجي عندك الواحد ضيف كتقدمي ليه بنتك وحده من بناتك هديه، ها تحطي ليهم الكاوكاو واللوز وعشاي؟ ايوا اسمحوا لي انا غادي نمشي نعمر البوطه، الله يعمرك بالدود. ايوا اسمحوا خذوا راحتكم، ايوا الله يفضيف. كيفاش تالله يبضي؟
كيفاش تخلي بنتك مع واحد وتخبطي البوطة؟ والبوطة راه ملحن وتعدك لتحت، غتعمر البوطة في 5 دقايق، ماشي تنى الست يدوش ويسالي وعاد تمي طالعة. ايوا تهليتي في الضيف، ايوا من ارى وجهك عزيزة ولدي ابوانو. وسيري دابا عند الزروالي، الزروالي كون كان يداوي كون داوى قزيب توروه هربان، كيدير اللايفات عامل الغابة فحال القرد. اجي طوز طوز، منين تي تقولي نشدك وها تايدير، ليش تتحطي من وراك الراية ديال المغرب؟ ليش تتحطي من وراك التصويرة ديال سيدنا؟ منين تي غير سخط الوالدين، هي سخط الوالدين، تعقليها طوز طوز. بس قلت لك سيري بحالك، سيري بحالك، سيري بحالك، راه داخل العش الدبابير. يا والله يا تنخويك هذاك سيدي عدي، ولكن تنهنيك على واحد الحاجه طوز طوز، من وليتي تحامم من وراك شكون؟ المديمي ولد روزاليندا، وكتجي عندك فجر البلومه، وواحد عندنا هنا في ميريكان قال لك عنده كونسير ديال العظام، هذا فين ما كان شي تالفه شي تابعه، هذا هو اللي قال لي. شوف تصورتوا معايا، هادي موت روزاليندا قالت لي انا غنطلق بنتي، اقسم بالله العلي العظيم، الله شاهد على ما اقول. قالت لي هاك بدي تسنى نطلق بنتي من عند من عند راجلها. شكون هو راجلها؟ ولد خالتها، ولد معايا جوج بنيتات، ولا معاه 3 البنيتات، يعني شفت جوج باقي عاقله على جوج. تسنى نطلق بنتي من راجلها ونجوجها لك. بالله عليهم شادو ما اللي قال عليهم الله يفرقون بين المرء وزوجه، مشو مالو؟ هذا ماشي سحر، هذا ماشي هما اللي قال عليهم الله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. هادو ماشي قمة ديال السحور. روزاليندا البوالة ماشي كدي الناس كدير لهم الخلوة قال لك في مولاي إبراهيم والسحور والدغالج. إي الطلق حسنا الكلبة كاع، لاخرى قالنا كلبة كانت فيها لا غيقل، كانت فيها مسطارة ومقلامة وبركار. لا غيقل عجبتني هاد لا غيقل، لا لا تخوس، ما فهمتش انا من مرة سمع كلبة فيها لا غيقل لا تخوس، قال لا لا تخوس. وين نيري نيري امشي وما هادو. وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهم ما يفرقون به بين المرء وزوجه. هادو ماشي هما اللي قالهم الله في قرآنه الكريم؟ بالله عليكم هما ولا ماشي هما؟ بالله عليكم أيها السادة والسيدات، هما ولا ماشي هما؟ هما. وشكون اللي فضحكم؟ ولد فاطمة الزمورية الخلا شخصيا فضح جد بوكم الكلب. إخواني أخواتي طز طز، أضرب لك موعدا إن شاء الله الرحمن الرحيم غدا في نفس التوقيت باش نزيد نفضح جد بوكم الكلب. أتركت هاروت وماروت من الأخر. من الأخر صافي عقلتو عليها وانت دوراني وديرني ستا في نصي وستا في نص مراتي وديرني في الميكالات ديرني في الكهرب وسربيني راه على جارب جابية. اش هادشي عندكم؟ بولا حيدو اش هادشي عندكم؟ بولا حيدو ضبط لك جن لك جن لك جن. تفاهمنا ولا ما تفاهمناش؟ تفاهمنا اخواني اخواتي الله يرضي عليكم. بغيت نقول لكم اللايكات راه ناقصين الى غير ذلك، ما بغيتش نقول لكم لي كومونتير كيتعاودوا، ما بغيتش نقول لكم بزاف ديال الامور، بغيتش نعيق عليكم اخواني اخواتي. غير الله يرضي عليكم اللي عاود تفرج في مين تساليو، اللي ما بغاش يدخل يعاود يخرج ديروا لايك الله يرضي عليكم. مين تساليو خليوا لينا تعليق على الفيديو اخواني اخواتي. ونعاود اوصيكم واوصي نفسي بعد اولا الاماره بالسوء، بلادكم المغاربه بلادكم، عندكم بلادكم، مالككم، شعبكم، والديكم،
مقربون حضيو حضيو المغاربة حضيو. رمني ولينا كنشوفو دار العجازة فيها الأمهات وفيها الآباء حضيو حضيو. ها وبالوالدين إحسانا وحضيو وحضيو والديكم حضيو بلادكم حضيو مالكم. الله يجبر نقول لكم بالله الله تنحنوا لهم بالمرصاد. اللهم اعنا عليهم يا رب العالمين، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم يا رب العالمين. اللهم احفظ مالكنا واحفظ مغربنا واحفظ امهاتنا وابائنا لوالديه ميتين، الله يرحمهم الله يوليه برحمه الله يا رب العالمين. الله يحفظ وليداتنا، الله يوفقهم، الله يجعلهم احسن منا، الله يجعلهم كما كنتمناو حنا باذن الله تعالى. مغربنا زوين، نتعاونوا على بلادنا. اللي شاف منكر يقولوا لينا، انا عارفكم ما تقدروش تقولوا. اللي شاف شي عامل شي بوليسي شي جرارمي شي قاضي شي محامي كيسرق جيبوه ليا، جيبوه ليا جيبوه ليا جيبوه ليا خويا سلام عليا جيبوه ليا جيبوه. ناري 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 اش غندير لي؟ الله يحفظنا ونقولها. اللهم قولوا امين يا رب العالمين، قولوا كلكم اخواني اخواتي امين امين يا رب العالمين. الله يلاقينا في شي ساعه مبروكه، الله يلاقينا في شي ساعه مبروكه باذن الله. الله يفرحنا الله يفرحنا، ما بقيناش قادين على المآسي، ما بقيناش لهلا تورينا يعني ما يفزعنا في ابنائنا وفي ابائنا وفي بلدنا يا رب العالمين. خارج الدعاء من القلب، داك الشيء ما سخيتش به، والله ما سخيتش به. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع. اللهم بارك لنا في رزقنا وفي أولادنا وفي كل شيء. وسيروا قبل ما نبدا نبكي، وسيروا أنا راه حنين، وديروا الشيء اللي قلت لكم راك يعاون ربي. هايتو أديرني ستافينسي وستافينس مراتي، وديرني في الميكالات ديرني في الرياض، وسري مني راه ليا رجا فيا. السلام عليكم إخواني أخواتي. الآن بعد ما سمعنا تحفة الذي يضرب فيوجع، لما توجعت غادي ترد عليه بهذه الطريقه هذه كما قال هو سابقا. اللي ما لقى ما يقول في تحفه كيقول عليه تعارجي بنادري كيشطح كيدير كيدير، كيقول له ودي عطيوني شي حاجه شي حاجه ثقيله شي حاجه شي ادله شي فضائح درت شي حاجه درت شي حاجه الفساد شي حاجه ديال كذا، ولكن والو ما تلقاهم يقولوا تعارجي بنادري كذا. داكشي راه عارفين هذيك راه خدمه، وراه جميع الممثلين راه جميع المغنيين كيضربوا البندير وكيضربوا الكمانجا وكيضربوا لورك وكيضربوا لا باطري، داكشي عادي راه الفن هذاك. انت كتقصر وراك جيتي وراك شتي، ياك جيتي كتقلب على دارية ثقبه ها، ياك ما عيطت عليك ياك ما سميتو ياك ما قلتي لي غادي نجي ها، جيتي ميتو ميتو ها. انا هي القناه ديالك هذاك بغيت ندير اللايف اللي كنت عندك ما عطيتكش، عطيتك واحد صغير راه حيت انت صغير حيت انت صغير غير حيت انا صحراويه قالك لي جا لدارك عجا العرق وطاكي تماك ما درت لك عشاء ما درت لك غدا، جيتي لقيتي واحد الرجيله ديال الفروج حيت انت يوجع الفروج احسن منك، ولقيتي واحد الطوجين ديال البطاطا حطيتو لك بقيتي كتفرس بحال عمرك ما شتي، وكنقول يا ربي سلك الامور ديالي وخرج عليا هاد المسخوط هذا، حيت داك النهار فاش جبتي الوكيل العام الاولين يا الكلبيه الخالز ها اللي عطاتك هذيك السميات وكتقول لك عيط اضرب في الوكيل الفلاني، وعاودتي ولا البارحين كتسول واحد كحل فرده وواحد الخنزي اللي هي السميه ديالهم تحطات الله ينصر سيدنا. ايه ما كاين غير جيب العز ولا كعز اللي كلشي تحط. سمعتي نقول لك والله العظيم ثم والله يا الخنزير غير ما بغيتش نخليكم بلا العز، وما والله هذه الليله ما تنعسوا كاع اللي طلعوا لعندو كاع اللي عطاو السميات، اي والله ما تنعسوا والله ما يديكم العز هذه الليله حتى تشوفوا فين غادي تجلاو وتشوفوا فين غتمشيو، ولا عطيو راسكم الله بحال وحده في الجوج. سمعتي نقول لك لقاش الحمد لله بلادنا شريفه باش تجي تضرب فينا ها، ونوطي لنا واحد المثليه المثليه يا الشطاح، ونوطي واحد المثليه تقول لهم عين اللوح وبزاف عليك توصل عين اللوح. خليني انا نعطي الثقبه وخليني انا الولد لقى وخليني الولد لقى، وكتقول لهم ما كنضرب فلان والشفاره والخائنين
واش دابا داخل عليك بالله غادي واشوف ما يرضاوش حنا شوف المغاربه ديالنا حيت رجال بالشلاف ديالهم سمعتي نقول لك الخنز ما يرضاوش يجاوبك نجاوبك انا اللي غادي نجاوبك حتى انا ما يحسنليش الشرف نجاوب وحدين اللي حاشاكم لوبيا اللي مثليين وما يحسنليش الشرف نجاوب واحد ثقبه اللي كتضرب الردحه وتضرب الشطحه انا خوتي كلشي نوري لكم وغنوري لكم اخوتي السعايا وغنوري لكم واحد الفيديو راه مازال ما شافوش هشام واحد الاوديو تصيفط لي اللي هو كانوا كيتواوع على الفلوس باش تعرفوا ولكن بغيتكم تصنتوا مزيان وتردوا البال يا حق سيدي ربي قلت لك غير ما فيا ولا فيكم يا الشفارين يا الخنزين يا المطوقين يا اللي كيضربوا في القاعده ديالنا يا المجرمين سمعتي نقول لك يا المجرمين كيقول له اه والله كترجعي للور يا فقسك فقسك عرفتي شكون اللي فقسك بلاتي نوري لك حيد هذا هشام حيد دابا تي شكون اللي فقسك اسمعتي نقول لك فقسك 140 و160 160 الف طالعه عندها لا كيطو وماشي عطيوني اخوتي عطيوني اخوتي لا تدخلوا لهذاك خائن الوطن واش انت اللي كتمشي مع واحد اللي كيحشي راسو بالخنشه ها اللي فقسك شتيه ها هو بلاتي شوف تخمه لا كيطو ويحيى الملك بلاتي بعدا كل حاجه نجبدها وندير لها الرايه ديال سيدنا هاي شتيها ها انت ها اللي فقسك ها هو شتيه تقبه حل عينيك ها هو تقبه شتيه حل بلاتي قالت تقبه قال لهم راه انت صنيتي عليه قال لك لا كاينك بلاتي انا غنقول لكم انا ما نكذبش عليكم عينو هاهي هاهي شتيها هاهي تقبه هاهي شتيها ولا لا هاهي تقبه اليوم غادي تبات بلا نعاسه تقبه هاهي شوف ديالك شتينا لايف بسبب شتي الى سينومات هاهي شتيها ها زيد لالك الشلحة هاهي شوف شوف لالك الخنز شوف لالك يا المطوق شوف لالك اعطيوني رقم واحد فيكم اخوتي شكون اللي شاف فاش قال راسو نيت عليه باش نجاوبكم نعطيكم السر انا ما تلقاوش فيها شي حاجة الكذوب ها قال لهم صونات عليا وكتحزرني انت زعما صونيت عليك الوالده انا ما قلتيها لياش لا ما فراسكش غير ستايشه ما نفهم الناس ما فراسوش هو ما فراسوش داك الشيء ما صونيتش عليه اخوتي بغاو يتكدوا من الرقم ديالو وماش انا اللي سميتو صونوا وقطعوا اسمع نقول لك تقبل الخنز بري صافي فهمت صافي اسكت خليوني انا بقى ساكته ما كذبش سونيا ويلا كاين هضرت معاك انا كنتحداك نهضر معاك وما تسجلني اي والحمد لله اللي خصني كملوا لي الناس ديالي اسمعتي نقول لك انت لا ديك المجرمه اللي فهم اللي طالعه اللي فهم يدير لنا رقم واحد ما كيديروا رقم واحد قبل من داك الشيء قول لهم اللي فهم يدير لنا رقم جوج غاديروا رقم جوج اخوتي غاديروا رقم جوج واش حنا كنتغضوا به بسميتو ولا اسمعتي نقول لك الموسخ سمعتي نقول لك الخانز سمعتي نقول لك يا المطوق باش نفهم سمعتي نقول لك اللي كيوسوس سيدي عدي الجواد اخوتي الجواد ديال البلاد وفهموني اخوتي الجواد بغاو يتاكدوا واش المراه هي هذيك اخوتي وفهموني الله يعطيكم الستر الله يرحم الوالدين حيت انا حطيت لهم ما يوفيه ولا مي طلعت عرفتها لا ما نكذبش نقول لكم لا والله ما هي والله كلشي تحت اخوتي تحيه للقضاء ديالنا ومن هنا حتى للرباط من هنا حتى للرباط ومن هنا حتى للدار البيضاء كلشي تحت اخوتي باش تعلموا لكم الطو اش كتسوى باش تعلموا طلعوا عند واحد اللي كيضرب في القاعده ديالنا باش تعلموا تبقاو تطلعوا تعطيو السميات ديال الوكيلات ديالنا يا الخنزين يا المطوقين هادوك ملي كتكون انت حاشا لهاد الناس هادو ما بغيتش نخسر الهضره الناس ديالي كيقول ما تخسرش الهضره حيت كتكون انت كتقلب راه ناعس كتقلب هكا هكا راه جالسين هما في الثلجه شادين الكلاطات واقفين مساكن في الطريق سمعتي نقول لك راه واقفين في الطريق مساكن كيدوروا بالجيب هنايا وداك الوكيل اللي كتهضر عليها الكلبه الخنز فاش كتكون انت راه ناعس مع راسك كتقلب على واحد الجهه راهم في البيرويات كيتهزوا مع الناس ديالهم سمعتي نقول لك يا الموسخ هادوك اللي خلاوك باش تركب وتجي تسارى وتجي الدور وتجي هادوك اللي حاضرين وما انت قرانك انت وداك الميتلي ما ديالكم غير العصا ولكن الله ينصر سيدنا الله يخلي لنا القضاء ديالنا الحمد لله كاين الخدمه ديالنا وداك الميتلي اللي نوطي صحيبك الميتلي بحال كان الميتلي يا الميتلي داك صحيبك اللي نوطي انا لالا كيطو انا عرفتي باش ضريتك ديت لك المشاهده على الاولى الله يخلي لي الناس ديالي شوف ما ضريتك الخالص ما كانش ريش المشاهدات 2500 والناس اللي برا عندهم هذه دابا 41 والناس المغرب عندهم 12 تحيه لهم
الله يعطيكم الستر سمعتي ودريتك باش دريتك تقبى باش دريتك وخليتك تطيحتك لواحد المستوى وليتي كتطلع عند الحباسة انا نقول لك تطلع عند شي حباسة راك عارفهم بلا ما نقولها لك تطلع عند واحد الحباس اللي حياته كلها مدوزه شوف عنداش طلعتي انا حطيتك في البلاصه ديالك فاش كنتي كتحط حطيتك عند شي خانزين حطيتك عند المسخين حطيتك عند واحد اللي ما غاديش نهضر عليه حيت كاين القاضي واخوتي كلشي السميات ديالهم ودرت لكم ها وما كذبتش جبدي لنا مايك طونتي اللي كتعرفيهم ها هو فلان ها هو فلان زيد لينا ها هو فلان فين كاين هذا يا والله ثم والله الا شد فيكم ربي الحق ديال يوسف والله ثم والله الا خرج فيكم الا خرجوا فيكم الذنوب ديال الهادي بن عيسى وديال مولاي علي الشريف وديال ديك البلاد حتى مكناش تحيه ليهم اللي ديك الفتنه اللي درتو ديك الفتنه اللي جيتو اسمع نقول لك تقبى ما تنساش تقبى سمعتي نقول لك هاجر قالت لك واحد التعليق مهم قالت لك ميطو غادي نحطك معايا في الشكايه حيت زوما حقا انني كنفسد مع جدارميه في دارك وغادي نحطها عند اداره الدرك الملكي يجوز زوما يحط لينا الدليل علينا كاملين شكون هذيك وجهي شي وحده اختها اللي كتطلع عندنا دائما في مداخلات راه المتابعين عارفينها فين كاينه وكان والله ما عرفت فين كاينه ما ها ما كاينش هنا في المغرب اه ما عرفتش فين هنا مرحبا بك بنتي 100000 مرحبا ديك الهضره اللي كتقولها الخنزه الموسخ ما بقيتش يطو الله يعمرها سلعه ما بقيتش يطو ياك ما جيتي ياك ما جيتي عندي الخنز 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 تقبى 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 انا اللي حقروني اويلي علات على 14% ها 14% قال لك ايطا حيت عطاتك مولات البنان الفلوس ايطا عرفتي نقول لك غادي ترجعي للور انا شي خويا ترجع للور يا الله الشهاده ديالي ما نجليها تحيه الناس ديال الرباط مرحبا بنتي ما مبلوكيش خليه بقى نبقى نسبوك ولا نهار سمع انا نقول لك سمع انا نقول لك سمعتي نقول لك اتقبى انا ما بغيتش نهضر على داك الميت لي داك الميت لي هذاك لا شيء هذاك ما تهضرش عليه هذاك ما تهضرش عليه هذاك سبحان الله شوف ها شوف اخوتي شوف تقبل شوف حيد ماشي داكشي اللي تحط لا غير نوريك قراو قراو اخوتي هذا الرقم هذا 109 ياك غنقلب الكاميرا باش نبين لكم مزيان شوف الفرقه تقبل شوف 109 كاسبيكتاتور ويلي ويلي شوف الفرق ويلي جاي 109 طالعه معاك ديريكت وعاوتاني في اللايفات 75 73 78 68 بارك عليك وحسبتك وحسبت لك السنان ديالك حسبتهم لك شتي سنانك حسبتهم لك سمعتي نقول لك الخنز الميتلي المسخين المعفونين وتلقاو حاجاكم حاجاكم الزبله اللي عند على وجهكم كتقلب 40 يوم وهي كتقلب على اختها الزبله كتقلب على اختها 40 يوم ولكن باش تجي واش تي باش جيتي وفضحك سيدي يا ربي سمعتي نقول لك العام الفايت ضربتي في القضيه ديالها ديال ازرو هذا العام هذا عاوتاني خصني نشوف ما يحمي واشكون اللي كيحميكم نتوما اللي كتحشوا رجوسكم في الخنشه ها واشكون اللي كيحميكم اللي كتضربوا سيدنا الله ينصرو واشكون اللي كيحميكم يا اليهود يا الذبعه ديال الشفاره شكون اللي كيحميكم نتوما ولكن ما شايفينكمش تحيه للقضيه ديالنا وكون شافوكم كون خبروكم غادي يهزوكم في السماء ما غاديش تلحقوا الارض سمعتي نقول لك الموسخ اللي كيهز ضربوك وتيشطح اللي كيهز ضربوك وتيقول لهم انا اللي غدروني انا اللي عايروني صحبتك زعما غادي سميتو ها حيت فرشتك والشهاده ديالي الله ما نجليها شات امكم يطل الدار البيضاء وشات الشهاده ديالي والله لا اخوف والله ما نحيل فيك والله ما نحيل وشوف وادخل عند هذاك اللي دخلتي عنده هنايا وادخل عند هذاك اللي كيهضر لك اللي كيهضر لك اللي هات لي اللي هارب هارب ما غاديش نخسر الهضره دابا هنايا انا معايا الناس وتيتفرجوا فيا الناس بلا ما نقول لكم فهموا فهمي فهم سمعتي نقول لك او سميتو كما كيقولوا ليه تهجى سمعتي نقول لك الخانز حيت جيتي لبلاد الخير وجيتي لبلاد الخيام وجيتي لبلاد الخير وجيتي لبلاصه تبارك الله الحفلات كي كيديروا وجيتي لبلاد البلاد الا ضرك الجوع جات حيت الجوع يا الخانز سمعتي نقول لك حيت نتايا او لفتي كتهددهم وتتقول لهم طلعوا لي عندي اخوتي ركبتي شي شفت ستيلو هذا في يدي هاي 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 نقول بعدا تخلو حتى الثاني ها سمعوا الفويلية قولي لي شنو وقع لبنتك سيري الا ما كاينش شي حاجه وجيب عندي وحشمتو ما غندورو غنقول لك ها هو سمعتي نقول لك شكون انت واحد مول طريجة واحد الشمكار واحد الشمكار اللي داخل داير المسكاب فمو كان غير كيشطح غير هو واش انت راجل واش انت راجل يا اللي كيتمشى مع المثليين يا الخانزين يا وراه انتوما خصكم العصا وخصكم العصا انتوما والله حتى اللي دكدككم بعدا ومشى عليكم الحج والله الا بحال مشى للحج
وما عندناش حنا ديك الماركه ديالكم، وما كاينينش حنا عندنا رجال، وعندنا في بلادنا في الاطلس رجال، وعندنا اللي كيلبسوا الجلال، وعندنا اللي كيديروا الرزات، وعندنا اللي كيذبحوا الحواله، وعندنا اللي كيديروا الخيام، وعندنا اللي كيركبوا في الخليه الموسخ، وعندنا اللي كيهزوا الجويجه فوق العود ويديروا لها، ما عندناش اللي كيبيعوا لحمهم ويبيعوا رأسهم. سمعتي نقول لك يبيعوا لحمهم ويبيعوا رأسهم بحالك، سمعتي نقول لك الخنز، سمعتي نقول لك يا المدود. غير باش نزيد نقول لك واحد الهضره، ما عندناش حنا بحالك، عندنا رجال، عندنا رجال اللي باينين رجال من العيالات، المرا بالهدونه المزيغيه، تحيه المزيغ من قلان، وعندنا رجال اسيدي اللي كيضربوا لك الرزه، اسمعتي نقول لك يخلي المستجم ديالي هكا ويدير الرزه، ايه والعلالي والخيل تشالي وغير الوقفه وقفه، ما عندناش زماح، ما عندناش ما عندناش اللي كيشطحوا، ما عندناش اللي وكل كنتي راجل يا الميتلي يا الخانز، وراه ملي كان البلاصه فاش كنتي يا الخانز وراه الناس كيجاوبوا منها، راه خدامين كاينه الخدمه تما، وانت حاضي 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 سيدي عندي وجاي لعندي وتتقول لي اش كنتي كديري في البريد، وبزاف عليك عندي اللومينات ديالي راه وريتهم وعاود وريتهم وعاود وريتهم، وحده كتصدق على وحده، اما تنمشيش نبيع سميتو راك عارف الخبر في راسك، سمعتي نقول لك الخبر في راسك راك عارفها، سمعتي نقول لك ما تمشيش نبيع الطوط، شوف بعدا مع من مرافق، شوف شكون اللي منوضنا، واحد المثلي اللي ضرب الحلقات، واحد المثلي اللي داروا ليه العرس ليهات، واحد المثلي اللي دخلوه دايرين ليه الخوات و تيدير بيديه ديك ها راح يجي ديك الكلبه ديال كوثر، انت راجل، انت الكلب، انت راجل دابا، انت حتى انتم دابا غادي يترافق معكم بنادم ها يا المجرمين، وما كفاكمش الفلوس ديال اليوتيوب، ما كفاكمش الخلاص ديال نهار 24، ما كفاكمش السوبرشات اللي كيعطيوكم الناس، ها وليتوا دابا كتبيعوا وتشراوا البيع والشراء، اعطيني نخرج لعند فلان، اعطيني نريب فلان، اعطيني نطيح فلان، اشوف نقول لك، قلت لك والله ثم والله الا بغيتي نعفو عليك اتقبع، خصك خرجتك بالشرط، خصني نخرجك زبط، وتهز الرايه بيضاء وتقول انا متايب بالله، والله لا عفيت عليك. دخلتي لعند هذوك اللي هنا في سيدي عدي ها دخلتي عندهم، شوف بعدا واش دخلتي عند واحد اللي عنده 15 واحد كيتفرج فيه راك عارفه، ايوا تسنى وتمنى ها، مشيتي لعند واحد اللي ما كاينش هنا، شوف انا كنتسنى القضاء وما داك الميكروبات عندهاش، دخلتي وراه عندي غادي يحامي قبيله وتجي خليله، وراه عندي الا طلقتو راه يبقى يدرس بلا بادوز، ولكن انا كنتسنى القضاء ستوب القاهره المخزن شاد لي حقي، علاش غادي سميتو لا انت ولا ديك السيده اللي فات، اي واحد طلع من ثقبه وتتعطيهم السميات ياك حنا دايرين القنوات كنسير راه حنا كنشدو الفلوس كنتخلصو، علاش غادي تديرو تجبدو المخزن، فين شتو هذا المخزن، شتو هذا الجدرميه هنا وزعما سبحان الله العظيم ما كاين شي تصوير، ما كاين شي حد اللي صورهم، ما كاين شي حد زعما اللي يشوفهم، ما كاينش، راه زنقتي كل مخزن، راه زنقتي بوليسي خدام في القصر ها واحد هايا راه هنايا راه اش داير سميتها هذا سميتو مصطفى لما مقوندك انا نقول لك قول غير شنو فاش خدام، سمعتي نقول لك وزنقتي كل مخزن، وزنقتي تحيه ليهم، وسمعتي نقول لك الخانز، وسمعتي نقول لك اللي كيعاير سيدي عدي، وما عندناش المثليين سيدي عدي وعباد الله، واش هاد جيان وما عندناش، انا جيان نعطيك لا مونيت، وما عندناش المثليين، ما تعطيش في الكونت عندك سميتو عندك ما تعرفش شنو حنا طيحنا الناس، وما عندناش المثليين بحالك، وعندنا الناس اللي كيلبسوا الجلال ولا الكومبلي ولا يجي راجل يجي محزوم، سمعتي نقول لك وعندنا المخزن اللي ها ما كاينش، سمعتي نقول لك ها اوريلي باعها قريب اوريلي، سمعتي نقول لك الخنز، سمعتي نقول لك اللي تايدير لي جا انا الا درت جا وجا وجا تنهضر بالشلحه، انا شلحه انا صحراويه الشلوح ديال الصحراوه بنت كراندو، غادي تعرفني واش صحراويه وتعرف مولا الزيانيه، انت دابا اللي خصك تحلق على الهضره، خصك تبدل الهضره راك عرفتي، الا ما بدليش الهضره ما غاديش تمشي يديوك دوك الناس تمشي تخدم عندهم، سمعتي نقول لك الخانز، سمعتي نقول لك المدود، سمعتي نقول لك تقبل مسخوط، سمعتي نقول لك مسخوط، وامك وما رحمتيهاش، امك 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 وما رحمتيهاش.